السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم مصطفى. نبدأ موضوع فيديو النهاردة. لو في الحمام عنده إسهال، الإسهال ما بيروحش بأي علاج، يبقى معانا المكون ده. معلقة من المكون ده هتقضي على أي إسهالات عندك. تعال مع بعض نشوف إحنا بنستخدمها إزاي. أولا نشوف الادويه اللي احنا كنا اعطيناها قبل كده. طبعا انا اعطيت كوليفيت، اعطيت كوليبريم الاردني، تتراسيد، انتينال، امريزول، كوليستيزول ده مضاد سموم. كل الحاجات دي طبعا بتعالج الاسهال. حتى اعطيت فاركوفيت ده كمنشط كبدي. كل الحاجات دي والله يا جماعه انتم مش متعودين مني ان انا احلف. معلقة دي جابت نتيجة افضل من الحاجات دي. مش متعودين مني ان انا احلف، بس انا كنت ناسي الموضوع ده. معلقة من الدواء ده، من الخلطة دي، العشب ده، جابت نتيجة احسن من كل الحاجات دي. طيب هنشوف انا عملتها ازاي. تعالى كده بسرعة نشوف. انا حطيت معلقة من الخلطة بتاعتنا دي او العشبة دي على لتر المية ده، وغطيتها حوالي ربع ساعة، وبعدين كشفتها انها تبرد شوية، وبعدين هنقدمها للحمام. هقول لك نقدمها ازاي. على ما تبرد شوية نقول شوية حاجات عن الدواء ده. العشبة دي يا جماعة او الحب ده بيستخدم مطحون طبعا، في منه الحصى بتاعه اهو، لكن هو احنا بنستخدم منه المطحون عشان نحطه في الماء المغلية يخرج على طول. بنستخدمه لعلاج السلمونيلا لجميع انواع الاسهال. السلمونيلا او جميع انواع الاسهال، سواء اخضر او ابيض او اصفر او اسهال مائي، خاصة الاسهال المائي. يا جماعة الاسهال المائي مفيش اي دواء من ده جاب مع نتيجة، اللي هو طبعا نتيجته اللي هو السلمونيلا. الاسهال المائي تلاقي الحمام بيعمل ماء كتير حتى يفقد ماء كتير، بعد كده يجيله جفاف يتحول الى روشة. المكون بتاعنا ده هو اللي يجيب معاه نتيجة بإذن الله. زي ما قلت خاصة الإسهال المائي بيعالج السلمونيلا والوقاية من السلمونيلا. يعني حضرتك ممكن تستخدمه 3 مرات، كل 3 أيام كل شهر كوقاية، 3 أيام متتاليين ورا بعض. يعني كل شهر حدد كده لنفسك 3 أيام ويأتي المكون ده. وإن كان عندك سلمونيلا في المكان قبل كده يبقى هو ده تستمر عليه، ان شاء الله هتكون وقاية كويسة جدا جدا جدا. وعلى فكرة المكون ده غني بالفيتامينات. طيب هذا المكون وقاية من الامراض البكتيرية والفطرية. المكون ده بالمعلقة دي وقاية من الامراض البكتيرية والفطرية، ووقاية والكوكسيديا والكوليستريديا، وحتى البرد. لو الحمام مصاب بالبرد يبقى المكون بتاعنا ده علاج له. اي مرض بكتيري بيقتل، لانه بيقتل البكتيريا، بيقتل البكتيريا الضارة. المكون ده بيعمل ايضا، بيعمل كمضاد الاكسدة او مضاد سموم قوي، مضاد اكسدة ومضاد سموم قوي. وهي مهمة جدا، هو مهم جدا الموضوع ده كمطهر معوي. بيعمل العشبة دي كمطهر معوي لعلاج الاسهال وعلاج الامساك كمان، مش الاسهال بس، الامساك كمان في نفس الوقت. ومهم جدا كمنشط للجهاز الهضمي ومنشط لجهاز المناعة. منشط للجهاز الهضمي كتطهير وتعقيم الجهاز الهضمي من اي بكتيريا، من اي بكتيريا وسموم او فطريات. بيطهر الجهاز الهضمي من البكتيريا والسموم والفطريات، وهو مضاد جيد للاكسدة وحرق الدهون. يعني بيحرق الدهون، بمعنى لو في نتاية مليسة عليها دهون ان شاء الله ده هيحرق الدهون منها ويخلي النتاية دي تبيض باذن الله. هيساعد على بيضها مع الحاجات اللي احنا بنعملها التانية، يعني قلنا عليها في مش موضوعنا. هتزود يعني عند حضرتك البيض. طريقة الاستعمال زي ما قلت لحضرتك، معلقة كبيرة على لتر ماء مغلي ويغطى حتى يبرد. هتحط المعلقة وتغطي الاناء او ربع ساعة حتى يبرد، وبعد كده تستنى، بعد كده تكشفه وتسيبه يبرد، وهقول لحضرتك نقدمه ازاي. هتقدمه طبعا على عطش بدل مية الشرب، يعني مش هتحط مية خالص. يبقى هو ده المغلي، ده هو اللي احنا هنقدمه للحمام
لمدة 3 أيام إلى 5 أيام. النتيجة بقى هتلاقي نتيجة، هتلاقي الإسهال المائي اختفى إن شاء الله بإذن الله، هتلاقي الإسهال المائي اختفى. هتلاقي الحمام بيعمل العملة كبيرة نتيجة إن هو طهر اللي في معدة الحمام المتراكم اللي في أمعاء الحمام، هتلاقي كل ده نزل منظف مكانه، يبقى كده طهر. يبقى زود كمان، تحس إن العملة كبيرة كده، أنت تخاف أما أول ما هتشوفها هتخاف، لكن هو نزل المتراكم في أمعاء الحمام. زي ما قلت لك إن هو بيعالج كده الإسهال والإمساك. هتحس ان الحمامه اللي بتعمل عامله صغيره قوي، لا هتلاحظ ان العامله كبرت شويه، يبقى كده بيعالج برضو الامساك. هتلاحظ الفرق من تاني يوم ان شاء الله، ودعيلي ان شاء الله، ان شاء الله هتدعيلي. طيب هنشوف هنستخدم المكون بتاعنا ازاي. طيب ده المكون بتاعنا المغلي، اللي هو مغلي الكزبره او الكزبره او الكزبور او الدبشه، بيطلق عليه في بعض الدول العربيه اخواننا العرب الدبشه، في دول تانية بتقول الكزبرة بالسين او الكزبر او الكزبور، ما علينا، المهم هي في مصر هنا اسمها الكزبرة. المكون ده زي ما قلت لحضرتك، المعلقة دي على لتر المية ده، وهنشوف طبعا ما تحطش المية سخنة، لان المية سخنة هتزود الاسهال تاني عند الحمام. تأكد جدا درجة الحرارة لا تتعدى 37 درجة. انا هقيسها دلوقتي نشوف هي هتوصل لكام، لو اكتر من كده هسيبها شوية. طيب بعد ما نظبط درجة الحرارة، هي درجة الحرارة دلوقتي عم عديها ل40 زي ما حضراتكم شايفين، بعد ما نظبطها على 37 نبردها على الترمومتر يجيب معنا 37، او انك انت تجس المية بإيدك لغاية ما انت تحب تشرب منها. الدرجة الطبيعية يا جماعة اللي انت الماء البارد الدافي، مش الماء البارد البارد متلج، تحب تشرب منها، تقدم لتر المية للحمام بالشكل ده. معانا هوت هنجيب اهو لتر المية ده، ونقدم لتر المية للحمام. بالشكل ده طبعا احنا على بال ما صبناها كده تنزل لها درجة ولا حاجة كمان، تمام. وهنقدمها برضو للحمام بعد ما الدرجة توصل معانا اللي هي 37. ما نحطش، تأكد ان احنا ما نحطش الدواء سخن يا جماعة. ايوة تمام، يبقى كده هنقدمها للحمام وبالهنا والشفا. طبعا احنا كنا معطشين الحمام، فالحمام جاي يشرب، لازم تتأكد ان انت اي دواء تعطيه تكون تاتي الدواء على العطش، عشان الحمام يقبل عليه ويشربه ويجيب نتيجة معاه. لو عايز تاتي العلاج فردي، ينفع تاتي العلاج فردي، هات سرنجة واسحب من نفس الكزبرة ده المغلي الكزبرة، وتاتي منه في فم الحمام مباشرة لو هتاتي فردي. زي ما قلت لحضرتك ان ميزة الدواء ده ان هو دواء طبيعي، كزبرة مفيش منها اي ضرر، طبعا لازم تكون مطحونة، وتأتي منها لو هتأتي منها 3 ايام 5 ايام 7 ايام فمفيش منها مشكلة، ولو استمرت عليها 3 ايام في الشهر فوقاية يكون افضل، وده افضل من العلاجات التانية، لان طبعا عارفين المضادات الحيوية بتضعف مناعة الحمام وبتنهكه، وخاصة كثرتها لو الأمراض كترت عند الحمام زي ما حصل عندي كده فترة مرة واحدة، اللي جت سالمونيلا وجت أمراض تنفسية وجه روشة، طبعا كل ده بما فيها دمعة العين، طبعا الأمراض التنفسية والكحة والخنفرة وكل الحاجات اللي تخطر على بالك جت في وقت واحد. فطبعا رجعنا للأعشاب الطبيعية علشان نرجع تاني نرفع مناعة الحمام. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.